متى كل سنة بلدية بتعمل حملة توعية نظافة بالمنطقة، فنحن الكنيسة بدرنا أنه ننزل نكون كمان مع البلدية بالتنظيف، لأنه هي التنظيف مش لشخص واحد، هو لعامة الشعب لكل الناس موجودين. أول شيء حنشكر بلدية بوش حمود ورئيس البلدية على هالشيء عم يعملنا إياه هون. أول شيء بيخلي عنا حافز إنه نحن ننظف منطقتنا، وتاني شيء النظافة هي من إيماننا نحن بيكون موجود هالمنطقة. وبخاصة نشكر بلدية بوش حمود لأنه هذا الشيء هو موجود بحضارتها وبثقافتها نحن. نشارك بالحملة البيئية اللي عم تقوم فيها بلدية برج حمود. جمعنا مجموعة من الشباب والأطفال للمشاركة بهاي الحملة اللي مشكورة عليها البلدية، اللي عم نحاول من خلال هاي إن نحسس الأطفال والشباب على أهمية نظافة بيئتهم ومجتمعهم. ننطلق معهم ليتعلموا كيف يحافظوا على، يكون عندهم حسن المبادرة ليحافظوا على بيئتهم ونظافة منطقتهم. بلدية بوش حمود وكفاية بحملتها، بحملة طريقك بيتك لتنظيف المنطقة، ومثل ما انكم شايفين اليوم نهار أحد صبح أهالي كمان نازلين معنا تيساعدونا بتنظيف المنطقة وبكناسة وبتجميع، هاي تنحفز المجتمع المدني بالمساعدة بالبيئة بتنظيف بيئتهم، وكأنه طريقهم هن بيتهم. معنا أولاد ومعنا نساء ومعنا شباب مثل ما شايفين، الهدف منه هو نظافة وتوعية. جروب سامس روب، شفة سامس روب، جينا وعم نساهم بهيدي الحملة، عم ننظف كمان الفرجة لسكان برج حمود أو الحياة لسكان من لبنان ليحافظوا على نظافة لبنان ابتداء منا نحن للكل. سيدة نهر برج حمود، اليوم عم نشارك بحملة النظافة لحتى نكون أكثر عم نعتني بالبيئة اللي ببرج حمود، ونكون أكثر ككشافة عم نعيش حياة الطبيعة وحد الطبيعة.